الجبهات الأوكرانية تترنح أمام الاجتياح الروسي، وزيلينسكي أمام خيار يائس بدعوة الصين وأمريكا لدعم مؤتمر السلام في سويسرا، هل تستجيب؟ وبينما تتصاعد تهديدات الناتو بضرب العمق الروسي، الوضع على الجبهات الأوكرانية يبدو بأنه أصبح يخنق زيلينسكي وبدأ يبحث عن مخرج سياسي. وبينما تتقدم القوة الروسية بخطوات ثابتة عسكريا، شكلت دعوة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي دول الحلف للسماح باستخدام الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا من أجل استهداف العمق الروسي حالة من التصعيد غير المسبوق. ويبدو أنه لم يتبقى أمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سوى مناشدة نظيريه الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ لحضور قمة السلام في أوكرانيا التي تستضيفها سويسرا منتصف يونيو المقبل، لعله بذلك يضغط على الرئيس فلاديمير بوتين. أناشد قادة العالم الذين ما زالوا في منأى عن الجهود الدولية للقمة الدولية من أجل السلام، الرئيس بايدن قائد الولايات المتحدة ورئيس شي قائد الصين، رجاء ادعم قمة السلام بقيادتكما الشخصية وحضوركما. إن جهود الغالبية في العالم هي الضمان للإبقاء بكل الالتزامات. ولا نعرف حقيقة ما جدوى هذه الدعوة، بينما وضع الجبهات قد أثبت أن بوتين لن يتراجع، فالأوروبيون يترددون حول ضخ المزيد من الأموال، والأمريكيون خطوة إلى الأمام وعشرة إلى الوراء، والرئيس الروسي كان واضحا روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا على أساس الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا. أود من هنا في مينسك بالنسبة لعملية التفاوض مع أوكرانيا التأكيد أن روسيا لم يسبق لها أن رفضت المفاوضات. نحن نؤيد التفاوض ولم نمنع أحدا من ذلك. مفاوضات السلام يجب أن تستأنف على أساس المنطق السليم، ونحن ندرك أن شرعية رئيس الدولة الحالي قد انتهت. كما أن الناتو يتحدث بلغة بعيدة عن السلام، والدليل دعوة يانس ستولتنبرغ حلفاء الناتو لرفع القيود المفروضة على استخدام كييف للأسلحة الغربية بغية توجيه ضربات إلى أهداف داخل الأراضي الروسية. أعتقد أن الوقت قد حان لكي يفكر حلفاء الناتو فيما إذا كان ينبغي عليهم رفع بعض القيود التي فرضوها على استخدام الأسلحة التي تبرعوا بها لأوكرانيا، خاصة في الوقت الحالي الذي يحدث فيه الكثير من القتال في خاركيف بجوار حدود أوكرانيا. إن إمكانية استخدام هذه الأسلحة ضد أهداف عسكرية على الأراضي الروسية تجعل من الصعب عليهم الدفاع عن أنفسهم. وزير الدفاع الإيطالي طبعا ندد بتصريح الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ، وقال لا يمكن للأمين العام لحلف الناتو أو أي دولة بمفردها تحديد الخط للجميع، وهذا ينطبق على ستولتنبرغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسب قوله الذي قال إننا سنرسل جنودنا إلى أوكرانيا، مضيفا أنه سيتم اتخاذ القرارات في قمة واشنطن في يوليو المقبل. وزير الخارجية الإيطالي أيضا أنطونيو تاياني بدوره اعتبر أنه أي قرارات تخص حلف الناتو يجب أن تتخذ بشكل مشترك بين الدول الأعضاء في الحلف وحلفائه. أما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فقد علق على دعوة عدد من المسؤولين الأمريكيين للسماح لكييف بضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية بأن ذلك يعكس يأس الغرب وأنهم حتى عبر القانون الدولي لن يحققوا هدفهم، وكما يقول لافروف هذا يشبه حالة احتضار بالنسبة إليهم. إلا أن بولندا كان لديها رأي مخالف تماما. وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيروسكي عبر صراحة بأنه لا يعارض الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي الروسية باستخدام الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية. ومن رد عليه؟ ديمتري ميدفيديف نائب رئيس المجلس أو مجلس الأمن القومي الروسي، وكتب على منصة إكس وتوجه بحديثه لسيكورسكي حول أن واشنطن هددت بضرب القوات الروسية في أوكرانيا إن أقدمت موسكو على استخدام السلاح النووي هناك، قائلا أولا لم يقل اليانكيز أو يقصد هنا الأمريكيون شيئا كهذا حتى الآن لأنهم أكثر حذرا من البولنديين، ثانيا أي هجوم أمريكي علينا سيعني اندلاع حرب عالمية، وأي وزير خارجية حتى لو كان بولنديا يجب أن يفهم ذلك، وثالثا بعد إعلان بولندي آخر أي الرئيس أندري دودا مؤخرا رغبته في نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا فإن وارسو لن تبقى بعيدة ومن المؤكد أن تتلقى حصتها من الغبار النووي، في إشارة هنا ضمنية للرد الروسي على أي عدوان أطلسي.
نناقش هذه التطورات مع ضيفنا من موسكو. ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية بسام البني. أستاذ بسام أهلا بك معنا دائما في التاسعة. يعني كيف قرأت دعوة زيلينسكي للرئيس الصيني والرئيس الأمريكي لحضور القمة؟ لأنه كان في حديث أنه في تأكيد أمريكي أنه سيحضرون القمة في سويسرا، ولكن قد لن يحضر الرئيس بايدن شخصيا. مساء الخير استاذ ميشيل، عليك وعلى مشاهدين قناه سكاي نيوز العربيه الكرام. يعني في البدايه دعيني اقول ان ما قاله بوتين حول المفاوضات وحديثه عن عدم شرعيه زيلينسكي هذا يؤدي الى قلق غربي كبير، ولذلك نزلت هذه الدعوات المهووسه لزيلينسكي لهذه القمه من اجل اثبات شرعيته بعد ان فقدها في 20 مايو. يعني إذا ما حضر قادة مثل قادة الصين والولايات المتحدة الأمريكية يعتقد زيلينسكي أن هذا سيعطيه شرعية، ولكن أنا لا أعتقد أن شرعيته ستكون كاملة، أو حتى على الأقل سيسمى بالديكتاتور لأنه لم يقوم بإجراء الانتخابات في وقتها متحججا بالحرب وبالأحكام العرفية. وهذا يعني أن روسيا لا تعترف بشرعيته بناء على كلام بوتين. أيضا بوتين قال أن الشعب الأوكراني هو من يحدد شرعية زيلينسكي. إذن نحن أمام مشكلة شرعية أصبحنا في أوكرانيا، وهذه رسالة باعتقادي الشخصي من بوتين إلى الداخل الأوكراني أنه من يريد أن يفاوض روسيا عليه أن يزيل زيلينسكي من السلطة. وبما أن زيلينسكي لن يذهب يعني بإرادته، ربما تكون فوضى كبيرة هناك في الشتاء على أقل تقدير أو على أبعد تقدير، لأن الآن نجد أوكرانيا تحصل على 6 ساعات كهرباء في اليوم بحصص متفاوتة مع أنه لا يوجد تدفئة. أما في الشتاء فتستخدم الكهرباء أيضا من أجل التدفئة، وهذا سيؤدي إلى تفاقم الوضع في أوكرانيا بشكل كبير. وهنا روسيا تستطيع بهذه الحالة النصر على أوكرانيا دون اقتحام شامل ودون يعني هجوم شامل، ربما يؤدي إلى تدخل الغرب وعلى رأس يعني الناتو أو دول من الناتو إلى الأرض الأوكرانية. أستاذ بسام، بس قبل ما نسأل هذه المسألة لوحدها نتيجة تماما، يعني هنا السؤال، لأنه اليوم سمعنا تحذيرات روسية بأنه يعني من انهيار كامل في أوكرانيا، وحتى مسألة الشرعية طرحت الكثير من التساؤلات إن كان زيلينسكي قد يصبح هدف مشروع بالنسبة للروس، الذين كان يعني الرئيس بوتين بشكل من الأشكال تعهد بعدم استهداف زيلينسكي بشكل مباشر لأنه رئيس دولة. نعم، هو تعهد ليس بشكل غير مباشر، تعهد لرئيس الوزراء الاسرائيلي السابق نيفيت على ما نسيت، وقد يعني وفى بوعوده ولم يتعرض قوات الروسيه للرئيس زيلينسكي، مع اني قلت على قناتكم في بدايه الازمه ان لدى روسيا صواريخ تدخل من شباك نوم زيلينسكي، ولكن لم يتعرض لأن بوتين إذا أعطى كلمة لا يتراجع بها. ولكن اليوم تغير الوضع، يعني اليوم روسيا تقول على لسان بوتين وعلى لسان كل المسؤولين أن نحن جاهزون للتفاوض، ولكن التفاوض بناء على مخرجات اسطنبول والوضع الإقليمي الجديد. يعني الوضع الإقليمي المقصود فيه الاعتراف بالأقاليم الأربعة التي تم ضمها إلى روسيا. إذا ما حصلت روسيا على الأقاليم الأربعة دون حرب فمرحبا، إذا لم تحصل ستخدم وتحررها بأيديها. أما عن موضوع التكثيف العسكري في حول خاركوف فهو نتيجة يعني استهداف كييف لمدينة بلغراد الروسية بشكل مكثف، يوميا نسمع من هناك يعني يرسلون الفيديوهات والتسجيلات، نسمع أصوات صافرات الإنذار في بلغراد تحولت إلى مدينة يعني مشاركة في الحرب وهي لا يوجد بها عسكريون، يضربون المدنيون. إذن يجب على روسيا إنشاء مدينة منطقة عازلة وهي مدينة خاركوف من أجل عدم وصول الأسلحة الغربية إلى بلغراد. أما إذا ما سمحوا لاستخدام الأسلحة الغربية وهذا مستبعد لأنهم هم يستخدمونها بشكل فعلي ولا داعي للاعتراف الرسمي إلا اللهم إذا ما قرر الناتو الدخول في الحرب بشكل مباشر، عندها سيعلن عنها بشكل رسمي. لم أفهم هذه النقطة أستاذ بسام، هل الناتو يستخدم الأسلحة الأمريكية أو الأوكرانيون يستخدمون أسلحة الناتو في استهداف بلغراد؟ لأنه يعني اليوم في جنون بالتصريحات على هذا المستوى وانقسام أوروبي بهذه المسألة. عم نشوف الألمان أولاف شولز يعني حذر بهذا الشأن، إيطاليا كذلك.
يعني لروسيا سيان كانوا يستخدمون الأسلحة الغربية في بلغراد أو في شبه جزيرة القرم، المؤكد أنهم يستخدمون مثلا صواريخ ستورم شادو في ضرب شبه جزيرة القرم، يستخدمون المسيرات البريطانية البحرية في شبه جزيرة القرم، يستخدمون القنابل الفرنسية نسيت اسمها الآن في بلغراد، يستخدمون كثير من الأسلحة في بلغراد والمناطق الحدودية، وأصلا لم يبقى عند أوكرانيا من سلاحها الذي تنتجه محليا إلا توتشكا أو، يعني صاروخ توتشكا أو، أما الباقي فهو مستورد. إذن كل الأسلحة التي تستخدم غربية في ضرب المناطق الروسية وتستخدم على الجبهة على الخط التماس. أضف إلى ذلك أن هناك العديد من الأسلحة لا يمكن لأوكرانيا استخدامها دون توجيه من الأقمار الصناعية والاستخبارات الفضائية التابعة للناتو وللأمريكان بشكل خاص وللإنجليز. يعني صاروخ نيبتون مثلا المضاد للسفن الذي تم التصدي له منذ يومين وصاروخ إنجليزي، فلا يمكن للأوكران أن يستخدموه دون توجيه من إداء من بريطانيا نفسها. إذن روسيا تعي هذا الأمر، ولكن روسيا تتردد حتى الآن في الاشتباك مع الناتو بشكل مباشر لأسباب كما قلت لك، يعولون على الفوضى داخل أوكرانيا، يعولون على الفوضى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يعولون على وصول بالانتخابات في الغرب الطرف الذي ضد الحرب أو ضد دعم أوكرانيا. إذن هناك يعني حسابات كبيرة في رأس الرئيس بوتين، ولا أحد يعلم ماذا في رأسه. يعني بس حتى يعني أستاذ بسام، يعني مسألة التقارير اللي تتحدث عن محاسبة يعني عدد من العناصر المتورطة بفساد داخل المؤسسة العسكرية، والتي تأتي بعض المتغيرات التي شهدتها أيضا وزارة الدفاع مؤخرا، يعني كأنه مؤشرات أو رسائل مبطنة، لأنه يعني كان في نوع من الإخفاق أو من التعثر خلال المرحلة الماضية نتيجة حالات فساد. ليس سرا. طيب يعني ممكن نشوف متغيرات. ليس سرا على أحد أنه في بكل تأكيد أستاذ ميشيل اسمعيني لك، يعني في البداية كان هناك إخفاقات وكان هناك ما يسمى الأنفس الميتة، ما يوجد على الورق لا يوجد في الواقع. كان هناك العديد من الفساد الكبير في داخل وزارة الدفاع وغيرها، وقد أشار إلى هذا الموضوع بشكل بالإصبع يعني بريخوجين قائد فاغنر في وقته. ولكن اليوم أعتقد أن مجيء بيلوسف و تنظيف هذه الوزارة من الفساد المالي، هذا يعني أننا سنستثمر كل روبل في مكانه الصحيح كما قال بوتين. يعني نعم ميزانية وزارة الدفاع ارتفعت، ولكن يجب أن تستخدم هذه الميزانية بالشكل الفعال الذي يضمن النصر، كل شيء للجبهة، كل شيء من أجل النصر. أما في بعض الأحيان نجد هناك يعني معلومات في الإنترنت الروسي تتحدث عن أن مثلا زوجة مسؤول الاتصالات في وزارة الدفاع في يعني بنهاية 2021 كانت قد اشترت سيارة ب 10 مليون روبل، يعني ما يعادل 150 ألف دولار، في الوقت الذي يعني عندما بدأت العملية العسكرية كان هناك مشكلة في موضوع الاتصالات بين القطاعات والوحدات العسكرية. لا أريد التعمق في هذا الأمر لأنه ليس لدي معلومات، ولكن أتحدث عن مصادر مفتوحة موجودة هنا في يعني روسيا. يعني نعم كان هناك، وروسيا عودتنا دائما على الصراحة مع شعبها والحديث عن الخطأ والتعلم من أخطائها من أجل تجاوزها في المستقبل. خلينا نحكي شوي عن الزمن، روسيا اليوم بما تبقى بما تبقى لدينا من وقت أستاذ بسام. اليوم عم تسمع طبعا ترامب الذي يتوعد أو يعد أنه هذا الصراع سينهيه في 24 ساعة، هل سنضطر للانتظار لحين عودة ترامب إنعاد؟ يعني لا سيانة لدى روسيا، ترامب أو بايدن كلاهما يعني وجهان لعملة واحدة. هناك الدولة العميقة في أمريكا التي تحكم ولا يسمحون للرئيس بالتصرف إلا بهامش محدود. يعني الدولة العميقة في أمريكا تريد الهيمنة على العالم واستمرارية الهيمنة على العالم. ما ترامب أعلن الحرب على ما سماه بالدولة العميقة، ما بعرف إذا سمعت تصريحه الأخير، قال سأقضي على الدولة العميقة، ما بعرف إذا لازم نصدقه أو لا. يعني كندي أستاذ ميشيل كندي قتلوه، يعني من سيمنعهم من قتل ترامب إذا ما ضغط عليهم؟ يعني هناك مستفيدين من الحروب مثل مجمع الصناعي الأمريكي،
وهناك مستفيدين من الحروب، العائلات المالية الحاكمة للعالم الخفية الموجودة في أمريكا، هم وفي بريطانيا بكل تأكيد، يعني هم يريدون الاستمرار في الهيمنة على العالم ولن يسمحوا لأي رئيس في إنهاء الحرب. ربما يكون هناك فعلا التضحية لأوكرانيا عن طريق ترامب إذا ما وجدت الدولة العميقة أن هذا يعني إن شاء الله ما يتهمونا بتبني نظريات المؤامرة بعد هذا الحديث. شكرا جزيلا لضيفي من موسكو على حضوره معنا، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية بسام البني، شكرا جزيلا.